صراحة بالبداية أنا شفت أخويا دا يفتح الباب يشتغل وياي، دا يفتح الباب يصيح تعالوا منا تعالوا منا، دا يطلعون شفت اللي انفجر قد يعني علينا هذا الغاز السبلت، شفت قدامي صراحة موقف غير يعني شلون تنوصف واحد يحترق يعني قدام عيونك دا يصيح. ثلاث ثواني هاي القاعة نشفت، ثلاثة راح بيها أكثر من 100 واحد، ثلاثة لا يذب اللي يحكي على الحكومة يقول لي صوت الحكومة أنا على الوالدة، لأن هذا يمال من أبو القاعة وأبو العرس.